بونجور اتوس، جيسبر كو بورتا بيان. ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحه جيده يا رب. كما شفتوا من العنوان، لا فيديو غتكون على لي فيغور دو ستيل، وبالضبط لي فيغور داتينياسيون اللي غادي نتعرفوا فيهم على النوعين ديال لي فيغور داتينياسيون اللي هما لو فيميزم ولا ليتوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، نبغي غير نذكر بانني ديجا خدمت على دوتغ فيغور دو ستيل في الفيديوهات اللي فاتت. وبالنسبه للتلاميذ، فكنصحهم باش انهم يضبطوا هذا الدرس هذا ديال لي فيغور دو ستيل، انهم من الاحسن يوضعوها على شكل خطاطة، ويحاولوا يديروا كما درت انا في الفيديوهات، يجمعوا كل فيغور دو ستيل، كل نوع بوحدو، ولما لا يعطيو مثال لكل نوع باش يقدروا بهذه الطريقه انهم يعقلوا على لا فيغور دو ستيل غير من خلال داك ليكزامبل. داكوغ، إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة، ما تنساش تشترك، دير لايك، وتشجعوني في التعليقات. راني كنقراهم كاملين، وفعلا كيكونوا محفز ليا باش أنني نستمر ونزيد نعطي أكثر. نبدأ الفيديو ديالنا على بركة الله. Il existe plusieurs figures de style regroupées en. Alors, quand le cas, bzaf ديال les figures de style, les نقدروا نصنفوهم. Des figures d'analogie, par la personnification, la comparaison, la métaphore, l'allégorie. Les figures d'insistance, par la répétition, le parallélisme, l'anaphore, le pléonasme. Les figures d'atténuation. اللي غنشوفوهم ان شاء الله في هاد لا فيديو، بحال لو فيميزم ولا ليتوت. لي فيغور دوبوزيسيون، لانتيتيز، لانتيفراز، لوكسيمور او لو كيازم. لي فيغور دامبليفيكاسيون، بحال ليبربول ولا لا غراداسيون. او لي فيغور دو سوبستيتيوسيون، بحال لا سينيكدوك، لا ميتونيمي، لا بيريفراز. ونقدروا كذلك نزيد واحد الصنف اخر اللي هما لي فيغور دو سونوريتي، غنشوفوهم حتى هما ان شاء الله. بالنسبه لي فيغور دانالوجي ولي فيغور دانسيستانس، فاللي ما شافهمش يولي يشوف الفيديوهات اللي قبل راني خدمت عليهم. بالنسبه لي فيغور اللي بقاو، لي فيغور دو بوزيسيون، دامبليفيكاسيون، او سوبستيتيوسيون، او سونوريتي اوسي، غادي نشوفهم في الفيديوهات الجايه. في هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على لي فيغور داتينياسيون، لو فيميزم او لا ليتوت. لي فيغور داتينياسيون، اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو كتعني لنا اتينياسيون، شنو كنقصدوا باتينياسيون. اتينياسيون كتعني التخفيف، اتينيي يعني نخففوا من شي حاجه، من الحده ديال شي حاجه. ديفينيسيون، تعريف كما العاده. لي فيغور داتينياسيون كري لي زيفي اوبوزي دي فيغور دامبليفيكاسيون، يعني هما لي زيفي كتخلق لينا لي زيفي لي اوبوزي، يعني اللي ضد ولا عكس لي فيغور دامبليفيكاسيون اللي غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. لي فيغور دامبليفيكاسيون اللي هما لي فيغور ديال التضخيم، كنضخموا بهم، يعني هذيك العكس، هذه التخفيف من الحده ديال شي فعل معين. الفيز ا ريدوير لا فورس دو سيرتان مو، يعني الهدف ديالها ريدوير، تنقص لينا من لا فورس، من الحده، دو سيرتان مو ديال بعض الكلمات، او دو سيرتان زيكسبرسيون ولا بعض العبارات. دون سيت كاتيجوري، في هاد الصنف دو فيغور اون كونت، كنلقاو ولا نحسبو جوج ديال لي فيغور اللي هما لو فيميزم ولا ليتوت. غنبداو بلوفيميزم. الا جينا نترجموه للغه العربيه، غادي يعطينا اللطف في التعبير، يعني اللطافه في التعبير. تعريف: ان نوفيميزم اي لومبلوا دان مو او اون اكسبرسيون ادوسي بور اكسبريمي اون ايدي او اون رياليتي شوكونت او ديزاغريابل، il se pose à l'hyperbole. لوفيميزم هو الاستعمال ديال الكلمة ولا عبارة أدوسي، يعني مخففة، بوغ إكسبريمي، باش كنعبرو على أون إيدي، فكرة، أون رياليتي شوكونت، فكرة ولا شي واقع شوكونت بحال لي صادم، أو ديزاغريابل ولا شي حاجة لي
ماشي مزيانه. سوبوز اليبربول نقدروا نقولوا بانه كيتعارض مع اليبربول اللي هي المبالغه. ناخذ امثله. الو غنبداو بالمثال الاول تخوازيام اج. الو فاش كنسمعوا هاد العباره ولا فاش تلقاو هاد العباره في شي جمله سي بور ديزيني لي بيرسون اجي. الو باش كنعينوا ولا كنحددوا نوعيه الاشخاص اللي هما اشخاص اجي كبار في السن شيوخ ولا عجزه. الو باش ما نقولوش شيخ ولا عجوز ميم سي سي نورمال نقدروا نقولوا لي بيرسون ديال 3ييم اج. لي بيرسون 3ييم اج هما لي بيرسون اجي الناس اللي كبار في السن. نشوف المثال الثاني بيرسون موديست. موديست نورمالمون كتعني متواضع يعني شخص متواضع بوغ ديزيني اون بيرسون بوفر باش كنعبروا على شي شخص بوفر يعني فقير. مثلا كنقولوا داك السيد راه متواضع مسكين كومسا. الوغ فاش كنديروا هاد العباره هادي باش كنبينوا انه بوفر انه ما فحالوش انه فقير فمن الاحسن نقولوا اون بيرسون موديست. L'exemple numéro 3, non-voyant, yani non-voyant, yani شي واحد اللي ما كيشوفش, non-voyant pour désigner un aveugle, باش كنعبروا على الاعمى. عوض ما نقولوا شي واحد اعمى ديريكت هذاك راه اعمى c'est un aveugle. من الاحسن اننا نقولوا c'est un non-voyant. كتجي شويه مخففه واحد كتنقص لينا من هاد لا رياليتي شوكونت ديال هاد لا بيرسون اللي هي aveugle. Il nous a quitté pour ne pas dire il est mort. كنقدروا نقولوا كذلك il nous a quitté يعني غادرنا غادرنا الى دار البقاء مثلا باش ما نقولوش il est mort راه مات. C'est-à-dire واحد لا رياليتي اللي هي شوكونت كنخفوا منها كنقولوا il nous a quitté باش كتجي شويه ما قاصحاش على المتلقي. غادي نمروا النوع الثاني اللي هي لاليتوت. لاليتوت هي تصريح مكبوح بمعنى الا بغينا نقول واحد الحاجه كنبقاو نستعملوا في الغالب لا نيغاسيون نو با وما نقولوش ديك الحاجه ديريكتومون. ردوا البال هو ان هاد لي فيغور دو ستيل كيتستعملوا بزاف في لا ليتيراتور في الادب الفرنسي وقليل يعني قليل بزاف فاش كنستعملوها في لوغال في المحادثات ديالنا. غنشوفوا التعريف كوم دابيتود. La litote est un procédé d'atténuation, il y a le procédé d'atténuation de l'altrif, qui fonctionne grâce aux sous-entendus. Les cas chers, entre les sous-entendus, يعني نفهمو ما وراء ما يقال. يعني حنا كنستنتجو شنو بغينا نقولو من خلال ديك لا فراز. On ne dit moins pour suggérer davantage. Il prend souvent la forme d'une formulation négative. يعني في الغالب كنلقاوها على شكل اون فراز نيجاتيف فيها لا نيغاسيون. غنشوفوا امثله. alors le premier exemple ce n'est pas mal c'est-à-dire c'est super. alors عوض ما نقول c'est super كنقول ce n'est pas mal. d'accord. le deuxième exemple il n'est pas bête. il n'est pas bête يعني ماشي غبي بمعنى راه ذكي. il est intelligent. alors au lieu de dire il est intelligent كنقولوا il n'est pas bête. troisième exemple il n'est pas complètement stupide. تقريبا نفس l'expression باش نقولوا il est très intelligent. je ne dis pas non ما غنقولش لا ما غنقولش لا j'accepte avec plaisir يعني غادي نقبل avec plaisir. عوض ما نقول j'accepte كنقول je ne dis pas non ما غنقولش لا ولا ما قلتش لا. فوالا هادو هما لي دو فيغور دو ستيل داتينياسيون اللي شفنا في هاد الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعه. نتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله. باي باي.